مساء الخير. النهارده المشروع بتاعنا هنتكلم عن حنين عز زمايلي باشمهندس حنان باشمهندس مير عبد الرحمن باشمهندس محمد عوض. تمام. الاجنده بتاعتنا في البدايه هنتكلم فيها انتروداكشن خفيفه ايه هي الاندستري اناليسيس كمباني بورتفوليو، بعد كده نبدا نوضح البيستل والاسوات، بعد كده ماركت فوليو والماركت شير، جينا نبدا نشرح الماركت سيجمنتيشن والماركت تايب، اخر حاجه السبلاي اند ديماند اند الاستسيتي، وبعديها تمام. حديد عز هي من احد الشركات الرائده في صناعه الحديد في مصر وفي الشرق الاوسط عموما. حديد عز اتاسست سنه 94 حاصله على اووردز مع الصناع 2020 من وورلد ستيل اسوسيشن. حديد عز بتنتج 7 مليون طن حديد في السنه، يكون 2.5 مليون طن منهم يكونوا التيبكال ستيل اللي هو بيسموه لونج برودكت، وبيتنتج 2.1 طن فلات برودكت. تمام. عندها اكتر من 300 برينج الستيل بتاعها، منها خلالها برضو بتبقى بتحاول انها تكون الايند مع كذا سيرتيفيكت منهم كواليتي مانجمنت سيستم ISO 9001 وانفيرمنتال مانجمنت سيستم 14001 وسيفتي مانجمنت سيستم اساس 18001. في البورتفوليو بتاعها هتنتج 4 مين تايبس اوف ستيل. اول تايب اسمه الريبار، ده بيستخدموه في كونستراكشنز والعماره وما الى ذلك. بعديها الواير رود، وده بيكون ليه اكتر من استخدام. بعديها الفلات ستيل، ده بيستخدموه في الصناعات الهندسيه والحاجات الثانيه زيها. واخر حاجه الويلد ستيل فابريك، ودي بتكون بالنسبه لهم اسهل واسرع برضه مستخدمه في كونستراكشن. تمام. في الاندستري اناليسيز نبتديهم كده واحده واحده. اول واحده اللي هي كومبتيتف ليفر، ان منافسه، هي من احد الصناع اللي هي بالنسبه لهم ميديم، دي حاجه متوسطه، لان من احد الليدرز في صناعه الحديد في مصر، وبتكمبيت ومستحوذه على ماركت شير كبير جدا في مصر. ثاني حاجه سترينث اوف سبستيتوتس، ان ممكن حد يستبدلها او ياخد من حد تاني، دي برضه ميديم، لان ساعات مصر تسمح بالاستيراد من تركيا من الصين، مما بيؤثر بالسلب طبعا على الاقتصاد المصري، بس هي مش بتسمح بده طول العام او حتى كل سنه، تبقى بتعتمد على الحاله الاقتصاديه. تاني حاجه نيو ماركت انترنس، ان حد يقدر يدخل اصلا المجال ده، دي بالنسبه له حاجه صعبه جدا، لانها زي ما احنا شايفين فيها هاي باريرز وفيها كمان هاي انفستمنت محتاجينه، بجانب اكسبنسيف اكويبمنتس ليجل لايسنس فيز وحاجات كتير جدا، باريرز كتير جدا تمنع ان اي حد بسهوله يدخل المجال. تاني حاجه البارجنج باور اوف بايرز، دي بالنسبه لنا طبعا حاجه مفروغ منها، مفيش باير مش هيشتري من حديد عز مهما كان الحديد اتاثر بالعمله الخارجيه. برضه في كونستراكشنز في مصر عندنا احنا بارعين كونستراكشنز ما الى ذلك. اخر حاجه البارجنج باور اوف سبلايرز، دي برضه زي البايرز، لاني اي نعم احنا بنتاثر ساعات بالسبلاي، ولكن حديد عز ليها ليدرشيب كبيره، عامله كونتراكتس على لونج تيرمز، عندها بزنس بتاعها بيجرو بيزدهر كل يوم اكتر، فما بتتاثرش بحاجه زي كده. اللي بعديها هنتكلم عن الستيل مع باشمهندس محمد عوض. زي ما وضح كده زميلي احمد ان الستيل ده يعتبر استراتيجيك برودكتس، يعني بيأثر في فاكتورز كتير قوي سواء كانت اكسترنال او انترنال. فلو اتكلمنا على الجزء الخاص بالاكسترنال فاكتورز، فالاكسترنال فاكتورز دي هنستخدم لها البستل عشان نشوف الفاكتورز بتاعته بتأثر ازاي، سبيشالي كمان للجزء الخاص بعز فيه. لو اتكلمنا على الجزء الخاص بال يعني كبوليتيكال او اول جزء فيه الجفرمنت انترفيرنس، لو اتكلمنا على جفرمنت انترفيرنس هنا الموضوع بيبقى يعني بتدخل بتو رولز، مره تبقى ريجليتور ومره تبقى كومباتبل. طبعا كنا عارفين الجزء بتاع الخاص بحديد المصريين بعد ما كان عز هو اللي عامل بومينج، جت فتره في 2011 او اخر 2011 2012 ابتدى ان هم ينتروديوسوا حديد المصريين. والجفرمنت كمان هي بتتحكم في الماركت ستراكشر بتاع الستيل. باي ذا واي يعني الماركت ستراكشر او الماركت تايب ده اوليجوبلي، بس احنا برضه بدراستنا في الجزء ده
لقينا ان الحكومه برضو بتدي ان هي ممكن تتحكم فيه تحوله من ميروبلي يبقى مونوبلي. ده الجزء الخاص بالبوليتيكال. لو اتكلمنا على الجزء الخاص بالايكونوميك في حاجتين مهمين، الكرنسي فلكتويشن والانترست ريت، دول الاثنين بيأثروا على البرايس بتاع الرو ماتيريال، فايفينشوالي بيأثر كمان على البرودكت كوست. وكمان الفير بتاعة الالكتريستي والووتر والجاز، كل الكلام ده ككوست بيأثر على الفاينل برودكت برايس. من ناحية السوشيال، هي حديد عز يعني في حوالي 8000 موظف عندهم كابيلتي عالية قوي وعندهم سكيلز عالية قوي غير الانفيرمنت اللي هو بيحققها يعني. دي رقم واحد. تاني حاجة الكاستمر بريفرنس، انت في الاخر سبيشال الحتة بتاعت الكونستراكشن هو بالنسبة لهم حديد عز رقم واحد، فهو لما بيسأل على حديد يقول لك انا عايز حديد عز. في حاجات اوريدي كومبيتيتورز ليه بس يعني باي ذا تايم ابتدت ان هي دورها او اسمها تتقلص، زي بشاي، زي حتى مؤخرا هو استحوذ على 18% من حديد المصريين. الجزء الخاص بالتكنولوجي ده برضه بيميز عز ستيل، ان هو بيستخدم الليتست تكنولوجي عشان يوصل للهاي اند او الهاي كواليتي من الستيل ده. ففي حاجه بيستخدمها حاجه اسمها دي ار اي، دي ليها علاقه حاجه اسمها الاختزال المباشر، وده عشان يوصل للهاي كواليتي من الستيل ده. كمان عنده لاب ار ان دي بيبتدي ان هو يشتغل عليه كويس جدا، وده بيفرقه لما بيجي يتكلم على الاسود هو بالنسبه له الاكسبنسز بتاعته ايه، دي برده هنوضحها. بس الانفستمنت دي كلها بتخليه ان هو عنده لارج فيكس كوست، فدي من ضمن الحاجات برده اللي هي في التكنولوجيكال. هنتكلم على الانفيرمنتال. في الانفيرمنتال هو بيخلي باله من ثلاث حاجات، من هو بيعمل ريسايكلينج، ريسايكلينج ده على مستوى السوليد ويست، وكمان بيعمل ووتر تريتمنت عشان يعمل لها صن هاو ريسايكلينج بروسيس. كمان في فلترنج بتعمل بروفايل الانبعاثات الكربونيه. الفاكتور بتاع الليجل، اللوز هنا برضو بتلعب دور مهم جدا في عز ستيل. في لوز بتدي ان هي تاثر على السبلاي والديماند، ودي طبعا هيوضحها معانا زمان الكابل سكولز اللي جايه. بس يعني ممكن اتكلم على حاجتين. فمثلا ممكن لو اتكلمنا على القانون بتاع تراخيص البناء، القانون بتاع وقف تراخيص البناء ده تسبب ان هو يبقى الديماند على الستيل يبقى قليل، على النقيض بقى الاخر حياه كريمه والكونستراكشنز بتاعت او التوجه بتاع الدوله في الكونستراكشنز العاصمه الاداريه والكباتي وكل حاجه ليها خاصه بالحديد سواء كان لونج او الجزء الاخر الثاني، ده بيخلي الديماند اعلى بنسبه كبيره. وكمان اللوز اللي ليها علاقه بمنع الاحتكار، وكمان اللون اللي له علاقه بالاغراق. الاغراق ده اللي انت يعني سريعا كده اللي انت يبقى ده له اتعمل عشان انت لو هتنزل برودكت من بره مصر ما تنزلش بيه ببرايس اقل، لازم انت تجفرنيت الجزء ده. ده كده احنا خلصنا الجزء الخاص بالبستان. هنتكلم على سوات اناليسيس، سترينثس ويكنسز اوبورتيونيتيز وستريكس. لو اتكلمنا على الجزء الخاص بالسترنس، هو يعني هو ماركت ليدر، هو اللي بيتميز بالكواليتي بالهاي كواليتي. هو كمان الماركت شير بتاعه 55%. كمان السكيلز بتاعت الامبلويز اللي عنده كابيلتي بتاعتهم عاليه جدا، وكمان اللاب بتاع الار ان دي، وكمان الدي ار اي اللي هي اللي اتكلمنا عليها من شويه اللي هي الاختزال المباشر للحديد. الويكنسز هنتكلم على اللي هو عنده ديتس ريشيو كبيره جدا، فده يخليه الليابيلتي بتاعته كبيره جدا لما تيجي تبص على الـ على الـ على الانكم ستيتمنت او الفاينانشال بالانس بتاعته، هتلاقي الجزء الخاص بالليابيلتي ده عالي جدا. تاني حاجه بقى الاوفر ستاند، هو عنده 8000 موظف، فاحنا لو ريفرنس بقى للجزء الخاص بالديمنشن لوب، فاحنا ايفينشولي هو هيبقى عنده ديس ايكونومي اوف سكيل. ده برضو ده الجزء الخاص بالريكس بتاعته، واللي ذكرناه برضو قبل كده الجزء الخاص بالفيكس كوست. الاوبورتيونيتيز زي ما وضحنا اللي هو في ميجا بروجكت اكروس ايجيبت، فدي بتبقى بتخلي الديماند على الحديد بكل انواع كل كاتيجوري بتبقى عاليه جدا. كمان هو عنده بوتنشال ان هو يصدر بره مصر نتيجه الكواليتي بتاعت الحديد بتاعه.
وزي ما وضح احمد برضو ان هو الاوبورتيونتي اللي عنده ان هو هاي انتري بارير، فده برضو بيخليه من يعني عنده كومفورت زون في الحته دي. هنتكلم على الثريتس. الانترست ريت طبعا اللي احنا كلنا يعني عندنا فيه ايشو او الاندستريز عموما عندها فيها ايشو، كمان الجفرمنت انترفيرنس زي ما قلنا الاكزامبل بتاع حدود المصريين، وكمان الكرنسي فلكتويشن بلس كمان الافيلابيلتي بتاعت الرو ماتيريالز. هنتكلم بقى على الفوليوم وعلى الماركت شير وعلى الكباستي بتاعت اس ستيل سبيسيفيك. الكباستي بتاعت اس ستيل هو بينتج 7 مليون طن في السنه. في 22 الماركت الكباستي كان 9.8، هو كاس ستيل لوحده واخد في اللونج ستيل 3.3، واخد كمان في الفلات ستيل 1.8. الماركت شير بتاعه زي ما وضحنا في الاستوديو اللي هنا عباره عن 55%، فده بيخليه يعني من الليدرز. 23 عشان احنا يعني احنا جبنا دي برضو محتاجين بس نروح لك عليها. احنا جبنا الاكويبريم برايس وجبنا الماركت كله كان عمل الكباستي بتاعته قد ايه، فوصلنا فيها اللي هو 55% اكروس التو الماركت كله كان 9 مليون. يس. الفلات والنور والسوبر والسوبر ماشي. الجزء الثاني بقى هتتكلم فيه زي ما انت عامل. طيب احنا هنتكلم عن الماركت سيجمنتيشن، في سيجمنتيشن كريتيريا للماركت الستيل في مصر. هنلاقي هم خمسه كريتيريز بنبص عليهم، منهم البرودكت تايب، هل هو فلات ستيل ولا لونج ستيل ولا بايب ولا سبيشاليتي ستيل برودكت، ودي منتجات عاليه الجوده غالبا بتبقى مستوردها من مصر. والفاكتور الثاني او الكريتيريا الثانيه هي اليوزر اندستري، فبنلاقي ان الاندستري مكونه من الكونستراكشن والانفراستراكشر او الاوتو توبك او المانيفاكشرنج والانرجي او الاويل اند جاس، كل دي اندستريز بيستخدم بيشتغل معاها. اكوردنج للجيوغرافيك ريجنز بنلاقي ان القاهره دي واحده من هي العاصمه يعني، وهي واحده من المحافظات اللي بتاثر على الانتاج الحديد، وليها فاكتور يعني تعتبر سيجمنت مهمه في السيجمنتيشن الموجوده. اسكندريه برضه واحده من السيجمنت الموجوده في الماركت، برضه بيبقى ليها انتاجها وليها المستهلكين بتوعها. بورسعيد والسويس هم دول مين مركزين عليهم في السيجمنتيشن عشان التصدير والاستيراد، يعني هم واحده على البحر المتوسط وواحده على البحر الاحمر. الفاكتور الرابع هو الرو ماتيريال اللي احنا بنستخدمها، زي الايرون بيست والسكراب واللي هي السبايك بتاعت الحديد. والفاكتور الخامس هم الماركت بلايرز، فانا عندي ثلاثه تقسيمه للماركت بلايرز، عندي لارج اندستري وعندي سمول وميديم انتربرايزز وعندي الستيل تريدز او الديستريبيوشن. فخلينا كده نبص على السيجمنتيشن اكوردنج للبرودكت، هنلاقي دول البرودكت اللي بيتم انتاجها يا اما بتبقى شركات بتتم الفلاكسين مع الريبارتس، وفي شركات متخصصه في الستيل بس او فلاكسين بس. ودول تقسيمه الماركت لير، فانا عندي لارج انتجريتد ستيل مانيفاكشرز زي عز ستيلز زي الكيس بتاعتنا اللي بنتكلم عنه، والمصريه والسويس دول اللارج اندستريز الموجوده عندنا، والسمول ميديم زي شيل وانديل ستيل وكذا واحد برضه في الاندستري بتاع السمول ميديم برايسز. وعندي ستيل تريد او ديستريبيوشن، دي شركات مش بتنتج حديد بس هي بتجمع او بتمورد الحديد من اكتر من بلد وبتبدا توزعه في مصر او تبيعه في مصر زي الايجيبشن ستيل وايجي ترانس ويونايتد ستيل. ده ريليتد بالسيجمنتيشن. طيب في الماركت بتاعي دخل نيو بلايرز في 2023 من سبسيدي لحديد عز هي اي ار ام، هي اللي بتنتج الرولينج ميلز. وحسن علان ده اصلا شركه كونستراكشن وابتدى يدخل في سوق الحديد او صناعه الحديد. والعشر ستيل والمراكب ستيل.
دول نيو انترنتس دي او نيو بلايرز في الماركت. طيب الماركت تايب بتاعنا اكوردنج للماركت شيرز اللي كان بيتكلم عنها عوض، هو احنا شغالين في الاريا بتاعت الجلوبالي، لان انا عندي اكتر من بلايرز هما غالبا بيتحكموا مع بعض في سعر الاسهم. خلينا نشوف بقى الفاكتورز اللي بتاثر على الديماند والسبلاي. احنا اخري احنا اشتغلنا على تو برودكتس، البرودكت بتاع عايز لو معلمين اللونج برودكت والفاكتور. اللونج برودكت اللي هو حاجه تاسيه، ده اللي بيدخل في الكونستراكشن. الفلات برودكت ده اللي هو بيدخل في الاندستري او الكونستراكشن. This is a premium slab. Very creative and very premium slab. احنا هنا اقدر اجمعك واحاول اجمع الفاكتورز بتاعت الديماند بتاعت الفاكتورز فكت السبلاي والاسهم اقصص هي صراحه رحله كبيره فاكتورز الصناعه بتاعتك متنوعه بشكل رهيب، من الحاجات الحكوميه، من الحاجات اللي ليها علاقه بالعمله، من ليها حاجات ليها علاقه بالتصدير والاستيراد. فلو احنا جينا ابتدينا نتكلم عن الحاجات اللي بتفكت بما ان في 2015 الصناعه نفسها اقصص الورد وايد كانت فيها جزء من التباطؤ اللي اثر على الديماند اللي موجود برضه في مصر. 2016 او اخر 2016 التحليل بتاع سعر العمله اثر لي كتير على الحته بتاعت الديماند اللي موجوده للفاكتورز للبرودكت سواء كان اللونج او كان الفلات. 2017 قوانين الاغراض اللي كان بيتكلم عليها محمد عوض ابتدت الحكومه المصريه بناء على يعني دعوات كتيرة من مصانع الحديد انها تطلع ريجوليشنز عشان تي كنترول البرودكتس او المنتج اللي بيجي من بره اللي بيتم استيراده من بره، فعشان يضمن تنافس عادل ما بينه وما بين اللي بيتم انتاجه من جوه مصر. عندنا في 2018 لا مش الكوفيد، 2018 اخذوا السعر بتاع البنزين لو نفتكر نط في اخر السنه بزياده برضه اثرت عندي، يعني انا بعتمد لغايه 21 انا بعتمد في الصناعه، ولغايه 22 حبيب العز كان بيعتمد على الغاز كاساسي في الصناعه بتاعته. في 2019 الدنيا ابتدت تظبط شويه، اللونج برودكت ابتدى يطلع الديماند بتاعه. 2020 هي حته الكوفيد، وبصراحه هي 2020 ضربت معاهم في حتتين، الجزئيه بتاعت الكوفيد من مارس اللي ضربت الدنيا خالص طبعا في كل الصناعات، وجه كمان القانون بتاع منع تصاريح البناء من مايو 2020 ده اثر معايا لغايه وقتنا الحالي، واكسبكتيشن ان احنا في 9 اللي جاي لما الدنيا تفتح اعتقد الديماند والسبلاي بتاع البرودكتس دي هتزيد بشكل ابتدت 21 شويه تعويضات ابتدت تحصل للخسائر او يعني النيجاتيف افكت اللي موجود في الديماند، ان انا 2021 ابتدت المشاريع الحكوميه اللي كنا بنتكلم برضه عليها ميلي في المشروع بتاع حياه كريمه 4700 قريه اثر سيجنفكتلي على الديماند اللي بيطلع من حديد العز. عندي حتتين دول فاكتور اكسترنال زي ما بيقولوا كده مسار قمع عند قمع الفوائد. 2022 في الصين ابتدت تاخد السياسه بتاعت الجرين برودكتس او الجرين اندستري، فابتدت تقلل وهي رقم واحد طبعا في التصميم بتاع الستيل، ابتدت تقلل من الانتاج بتاعها عشان بتاخد اجراءات لاعاده هيكله المصانع اللي بتعتمد على تكنولوجي فيها انبعاثات كربونيه كبيره. فطبعا الكلام دوت قلل الديماند، قلل السبلاي على مستوى العالم. حتى عايز دخلت حاول تكاتش جزء من الجزء الصين متأثر. نفس الحكايه برضه هو نفس القصه في السبلاي. حاجه من الحاجات اللي انا برضه دي نجت عندك في فرق في السبلاي عن الديماند بالظبط. حتى في 2019 من النيجاتيف امباكت اللي كانت موجوده في سد في البرازيل، والبرازيل نمبر 1 في البروديوسر بتاع الرو ماتيريال اللي بيدخل في الصناعه دي، حصل لهم مشكله والنهار اثرت على الرو ماتيريال الوفره بتاعت الرو ماتيريال
كروس لونت فعلت البرايس بتاعت اللون الثاني قللت لي القصه بتاعت السبلاي بتاعتي. طبعا عندي نفس الحكايه بتاعت الكوفيد اثرت هنا وهنا الفلكتويشن بتاع الفورين كرنسي حصلت اخر 2016 وفي ويف ثاني حصلت في 2020. في حاجات بقى في موفمنت حصل داخليا جوه الحديد الرزق ابتدت تعمل مصنع تاني اسمه ميتو تشوب ده عشان تزود الانكريز السبلاي بتاعها من الفلات برودكت. هي لقت ان في مشاكل كتير بتحصل من ناحيه الكونستراكشن وفي قوانين بتطلع منع المونة والكلام ده ابتدت تزود البرودكت التاني اللي هو الفلات برودكت. احنا هنا دكتور اشتغلنا على تو برودكتس منهم مش برودكت احنا اشتغلنا على اللونج واشتغلنا على الفلات واشتغلنا على الميكس. فاللونج برودكت حضرتك هنا هتلاقي الديماند بتاعه والسبلاي وهتلاقي الفلات والسبلاي الفلات ديماند تعويضا على تعويضا عن قصه متكامله تعويضا. طيب هو الديماند هنا الحلقه صراحه الكيرف عند الترند بتاعه ماشي بالنيجاتيف نيجاتيف ريليشن شيب بين الديماند والبرايس دي اللي ماشيه مظبوط يعني اتاثرت بشكل يعني عكست الترند بتاع او الطبيعه بتاعت الكيرف في 21-22 او في 20 نتيجه الحته بتاعت الكوفيد 19-20 نتيجه الكوفيد 21-22 الحته بتاعت مصنع الصين والتاثير بتاعها. فدي يعني الفاريشن برضه هنا هوت برضه في الحته بتاعت الصين مفيش مشكله خلاص نروح للسبلاي مش مشكله السبلاي كان ماشي السبلاي بقى عكس الديماند الديماند كان ماشي بالريليشن شيب الطبيعيه المحترمه اللي احنا عارفينها السبلاي لا عكسه ماشي بالنيجاتيف نيجاتيف كيرف ودي نتيجه الفاكتورز اللي احنا شرحناها في الجزء اللي فات. تمام طيب الاثنين على بعض بقى هو صراحه التو كيرفز يعني ملاحظ التو برودكتس طبقين على بعض. فانت بص لو انت حاولت تدور على الكوليجيوم هتلاقي كتير من الكوليجيوم هنا في 21 كانت باينه قوي 20 قريبه من بعض 15 تيبيكال في الكوليجيوم. فده نتيجه ان هو دايما السياسه بتاعته بيحاول ان هو السبلاي اللي طلعه قريب من الديماند اللي هو دي الاستكشن اللي بتاعته الحسبه بتاعت الاستكشن بتاعت الديماند بتاعت دورتك هو معظم الاستك وده يعني بيماتش الطبيعه بتاعت الاندستري بتاعت البرودكت والاستيسيت برضه بتاعت اللونج برودكت. لو روحنا بقى للفلات الفلات عكس اللونج الفلات اللي هو قلنا فيه اللي هو اللي بيدخل في التصميم الديماند كيرف بتاعه ايه؟ الترند بتاعه ده بوزيتيف داخل لينيا بوزيتيف عادشو ده نتيجة حاجة معينة ان هو في بدايات من 2014 مثلا من 2021 هنلاقي الاعتماد اكتر في البرودكشن بتاعة الحديد على اللونج برودكت على الساحة على اللي هي الاسياء بتاعة التسليح نتيجة المشاكل الكتير اللي حصلت في الحتة بتاعة الريليشنز اللي كانت بتطلع في الكونستركشن سواء كانت القرارات بتاعة المنع او الاتاحة ابتدوا في 21 يبتدوا يميلوا شوية ناحية الفلات برودكت ده نتج عنه لو احنا بصينا على 2022 هنلاقي العلاقه بقت سليمه ما بين الديماند ما بين يعني البرايس والكوانتيتي والدنيا ابتدت تمشي النيجاتيف كيرف بتاعنا السبلاي كيرف معانا السبلاي كيرف في الفلات كان ماشي في اللينير كيرف الطبيعي بتاعه ما كانش عنده مشكله. خلاص خلينا نخش على التوتال على طول حاولنا نعمل التوتال كان المصنع بتاع حديد عز بيطلع لي ستيل سواء كان لونج او فلات. خدنا البرودكشن بتاعه ككل خدنا الريسيرز بتاعته حسبنا الافريج برايس اللي هنا الحاجه بس يا دكتور اللي انا كنت عايز يعني الفت النظر ليها من 2016 في الديماند كيرف من 2016 ل 2018 بسميها صراحه فيك بيرفكت انلاستيك يعني هو لو احنا قلبنا الصفحتين كمان تمام كمان واحده تانيه هنا هو هنا هو الاستيست بتاعتي التلت زيرو هي اوفر زيرو وان هي دي مش عشان هي بيرفكت انلاستيك هي دي عشان حصل قفزه كبيره نتيجه
اواخر 2016 اويشن فورين كرنسي نسبه البرايس بتاعي قفز بنسبه 77%. هاويفر انا كان عندي 0.5 بس في التعديل بتاع الدمان ده، فلما جيت اقسم دوت على ده 10 في 0 فيديني انك انت رايح ناحيه 10 بيرفكت الماسك، بس ده فيه طبعا مش زي ما احنا كنا. وده اللي في الاخر السيس بتاعت السبلاي. عارف استفاد ايه من البروجكت؟ انا كنت عامله زمان بس عرفنا كده امتى؟ معلش يعني عرفنا كده بعد تقريبا ما خلصنا. طب ابتديت حالات اتواصل مع حضرتك عشان ما نتصدمش. انا استفدت يعني الادد فاليو اللي بالنسبه لي. احنا لما درسنا كان في فيصل كبير الريليشن شيب بين الكوانتيتي والبرايس اللي بتحكم باكيت الديماند وبتحكم باكيت السبلاي. شفت ان ده فور سمبلستي على ارض الواقع في فاكتورز كتير جدا بتاثر في الموضوع، مش البرايس، مش علاقه البرايس بالكوست. دي ديبر ان دي الريليشن بتاعت الحكومه بلس ان هي تبقى كومبتيتيف في نفس الوقت، هي بتعمل يعني بتخلي الماركت ارستيت بطريقه كبيره جدا. وكمان الحاجه برضه اللي انا بص حاجه ثانيه كمان اللي هي الديمنشن جو ده بالنسبه لي اللي هو ال 8000 موظف، مش كل ما ازود يبقى انا عندي برودكتيفيتي عاليه، لا ده ممكن يبقى ايه الريفرنس ليها. يعني انا بالنسبه لي البرودكتيفيتي بتقل، فدي حاجات كانت فزونا زمان كتير. بس انا عملت ستادي برودكت في جلوبالي، شفنا ازاي دور الحكومه بدات ريجليت برودكت زي ده، عرفنا اكتر عن الماركت بتاعه، استفدنا جدا من السبلاي اند ديماند ستادي. ثانك يو سو ماتش.